طب قول لي بقى، عاوز تتجوز مين وانا هخطبها لك الليله دي؟ سرايا. ايه؟ سرايا بنت مرأي. ايه قلت ايه يا يوسف؟ انت عارف يا بابا انا بحب حضرتك قد ايه وما بقدرش اقول لك لا. والله يا ابني انا لولا بحبك قوي وروحي فيك لكنت سبتك تتجوز اللي انت عاوزها، بس انا خايف عليك يا يوسف. خايف عليا من ايه بس يا بابا؟ يا ابني انت متعلق فيهم قوي كده ليه؟ ريحني يا يوسف الله يهديك. انت يا ابني عاوز تغتني وتورث؟ انت برضو تعرف ان ابنك يوسف بيدور على غنى وورث؟ طب اني كلبش فيهم قوي بايديك وزنانك كده ليه يا يوسف؟ كرهتنا؟ كرهتوكوا برضو؟ كرهت فقرنا وكرهت العيشه هنا في خان يوسف. ويمكن بعد ما رحت الزمالك وشفت العز اللي هناك تكون قرفت مننا. لا يا عم الحاج عباس، لا انا كل اللي بدور عليه ان انا اتخرج واتوظف وافتح بيت واريحك بقى شويه. نفسي يا بابا اشوفك وانت قاعد كده جار الحاج سلامه ماله هدومك وراسك براسه. لعلمك انا راسي اعلى منه 100 مره. ولا متاكد من كده يا عم الحاج، محدش قال حاجه. بس انا عايز افهم، انا جيت في مره وسالتك انت ليه ما اغتنيتش زيه؟ سالتك ليه ما عملتش زيه؟ لا يا سيوسف انا ما اقدرش اعمل زيه. بقول لك ايه، اذا كنت عاوز تبقى مع الحاج روح الله يسهلك، عاوز تبقى مع ابوك تسمع كلامه وتسيب بنت الحاج. للاسف يا بابا لاول مره هقول لحضرتك لا. ايه كده يا يوسف؟ كده تقول لابوك لا وتخرج عن طوعه؟ طيب يا ابني معلش بخاطرك انا هنزل اكلمهم عن الاستاذ امين، بس خلي بالك اذا اتجوزت بنت الحاج هكون غضبان عليك ليوم القيامه. اهلا يا ابو يوسف. اهلا. اهلا بيك يا ست مراية. ازيك يا رقاية يا بنتي؟ اهلا وسهلا يا عم ابو يوسف، ازاي الصح؟ الله يخليك. اتفضل يا ابو يوسف اتفضل. يا ساتر، بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. ها تشرب شاي ولا اجيب لك خشاف ولا قمر الدين؟ ده انت جمايلك كترت علينا قوي قوي يا ست مرايه. كله من خيرك يا ابو يوسف، انت ليك عندنا شاي من المره اللي فاتت. ده احنا هنشربه شربات المره دي باذن الله. شربات خير يا ابو يوسف؟ كل خير ان شاء الله. بقول لك ايه يا عم ابو يوسف، لو الخير ده خصنا انا مش عايزاه. ماشي. الله ليه كده يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما بشربش شربات، انا بشرب قهوه ساده. هي رؤيه مش كده يا بنتي؟ الله. والله يا بنتي انا كان نفسي بدل الفرح ده يبقوا فرحين، بس بقى خلينا في اللي انا جايله. انا جاي اخطب سرايا. قلت ايه بقى يا ست مرعية؟ يا 300 مرحبا، يا الف اهلا وسهلا. احنا هنفضل كده يا اخويا من غير ما نشرب حاجه؟ انا هروح اجيب لك حاجه حلوه وبعدين تاخد شايك اللي ليك عندنا، وبعدين سرايا تعمل لك القهوه بنفسها. قهوه ايه بس يا ماما؟ يا بنتي خلصيني. في ايه؟ اسمع، نسيلك كده حاجه عدله، ولمي شعرك بتوجه واطلعي قدمي القهوه لعمك عباس. ليه هو جاي يخطبك؟ يوسف يا بتتحشيني يا عيني، ما يصحش، انت كبرتي بقى خلاص، شغل الصغار ده بلاش منه. واسمعي، من هنا ورايح مفيش ولا سلم ولا شباك، عايزه تفهمي الدرس هو اللي يجي. مش هيبقى خطيبك؟ محدش يقدر يقول لا كاني ولا مات. يلا يا حبيبتي البسي بسرعه، ها، واعملي القهوه انا مستنياكي. اتفضل يا ابو يوسف. سرايا بتلبس ومصممه تعمل لك القهوه بنفسها. يا انت بتعدمها يا ست مرايا. تعيش يا اخويا. ايه
صدقتيني يا أبلة؟ صدقتك يا أختي، يعني هي كانت معاكسة ليل نهار على الفاضي غصب عني. خلاص يا بت خلاصي، بكرة تشبعي من الجنازة وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. ليه بس يا أبلة؟ ما هو من غير ما يكلمني هو بعت أبوي يخطبني. من غير ما يكلمك يا بت؟ ده أنت قلتي كتب وحكايات بنات آخر زمن. يعني ما طلعش خاطف في ريال بنت الحاج وهيتجوزها؟ يبقوا ما رضيوش بيه يا حبيبتي، وإلا ما كانش سابها وجالك. يا بت افهمين يا بت، الرجالة دول مية من تحت تبني، اسأليني أنا. يوسف قصدي الأستاذ يوسف. صدقي لما بتغاظ نفسي بيتكرش. أستاذ إيه؟ ما تقولي يوسف كده، ما أنت بكرة تقعدي معاه في الكازن تشربوا الليمون ويقول لك قولي لي يوسف حاف. يوسف حاجة تانية خالص. اجري بت اجري بت اجري، قدمي للراجل اللي بره ده حاجة يشرب. اجري. تصدق لو طلعت واد هحطك تحت رجليا. يعني ما سألتنيش عن العريس يا ست مرقاي. هو احنا لسه هنعرفه ولا هنسأل عليه؟ الله، ده انتوا زي ما تكونوا عارفين بقى ولا ايه؟ ما كل حاجة بيبقى لها شواهد يا اخوي. طب سرية داخلة طالعة ابص في وشها اعرف على طول، دول عيال اخر زمن. ما انا كمان بقول دول زي ما يكونوا متفقين. بس هو بصراحة بقى كان خايف لا تقولوا لا. نقول لا ازاي؟ ده احنا جيران اهل يا اخوي. يعني اطمنه؟ يا سلام، ده ملو كعبك تراب وجيتك لحد عندنا تسوى الدنيا بحال. الحمد لله، ده انت يظهر ربنا بيحبك بصحيحة يا امين افندي. هات يا بنت القهوة ما نشربها وانزل اطمن. تنزل؟ ما هو امين افندي مستنيني تحت علشان ارد عليه. امين افندي مين؟ السجل. ليه؟ وانت جاي تخطب سرية ليه؟ بسلامته؟ امين افندي خراب. يا نهار اسود، قصدي السجل. معلش، ولا يهمك يا بنتي، حصل خير؟ ايوه حصل خير، هعمل لك غيرها يا ابو يوسف. روح انت يا سرية. هترد عليا امتى يا ست مرقية؟ ما انا لازم اشور الاول يا ابو يوسف. تشور عليا بايه يا ماما؟ تشور عليا ليه يا بنتي؟ مش ده شرع ربنا؟ شرع ربنا؟ ربنا قالك تتجوز قبل ما تاخد الثانويه العامه؟ وانت شفتيني قمت جوزتها؟ طولي بالك. بس اطول بالي ده ايه؟ وطي صوتك. اوطي بالي يا صوتي؟ صوتي ده ايه؟ اطول بالي لغايه لما اتجوزيها عميل السجل المخاوي؟ انت عايزه تجيب لنا الجن والعفاريت في البيت؟ سمعت يا سرية؟ عاوزه تجوزيني امين افندي يا ماما؟ زهقتوا مني خلاص؟ لا حول الله يا ربي. انا قلت كده يا بنتي؟ انا قلت كلمه للراجل فض مجالس. ما كان لهاش لازمه بقى حكايه فض المجالس دي خالص. انت عماله تقولي له حشور يمين. اسمع يا بت، مفيش حاجه اسمها جواز غير لما نسال عليه ونعرف اصله وفصله. تفليه؟ عارفه يعني ايه تفليه؟ تسمعيش كلامها لما تقولك تتجوزي ونقعد مع بعض. انا هقول لها كده؟ ما انت ليكي سابقه قبل كده. ما انت كراسك والف سيف اللي هتاخديه هنقول لك لا. طب اسالوا عليه، اسالوا عليه. مش اهلي؟ طب اسالوا عليه. طب انا عيله وصغيره عاميه، انتوا اهلي بقى مفتحين. يا بنتي ما انت اتجوزتيه بخطرك وسبتيه بخطرك، حتى ما نعرفش انت سبتيه ليه. هو احنا قلنا عليه موسى طلع فرعون؟ لا يا اختي، طلع صبي علمة. خلاص طبعا اللي مش عايزه حد يعرفه طلع صبي علمة. ايوه طلع صبي علمة. طول الليل يا ريتني يا نعمه يا غريمه. خلاص بيت، مفيش جواز دلوقتي، مفيش جواز خالص. انا لسه قدامي مشوار طويل، لازم اذاكر واخد الدكتوراه كمان، وبعدين يحلها ربنا. طب بس انت خدي الاول الثانويه العامه وموضوع الدكتوراه ده نبقى نفكر فيه بعدين. اتفضلي ادخلي قولي له بقى ما عندناش بنات للجواز. مكسوفه ولا ادخل انا اقول له؟ طب اسكتي اسكتي بقى. انا كنت عارف يا عم عباس، كنت عارف ان هو مش هيوافق، عشان كده بص، الشيشه جاهزه والفحم جاهز والمعسل واللازم منه. معلش، كل شيء نصيب يا امينه. يا عم عباس، كل شيء نصيب، وانا نصيبي كده بقى هعمل ايه؟ الدنيا ما انتهتش يا امين، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما دام البني ادم فيه نفس يبقى فيه امل يا ابني.
عم عباس بس السنين بتجري والعمر سهاني وجري. عارف عم عباس لو انا كان حلت قرشين لو قالي سابولي حاجه طب هعمل ايه انا دلوقتي؟ استعين بالله وما تيأس يا امين وما تقولش كلمه لو دي، دي لو بتفتح عمل الشيطان، والرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي قال لنا كده. عليه الصلاه والسلام ساكن قصادي وحلبه. قصدك انا اللي حرشه. اديني الجهار سي وهشيلها لك. اديني انت الدوسه وهتاخدها صايبه. كل الورق اللي عندك ده قص وما جبتش الدوسه. دي مش دوسه دي حوسه. برضه هشيلها له. كان على عيني يا حبيبي، كان على عيني، كان على عيني، كان على عيني يا حبيت عيني. هنا عرضنا فيها هيبقى دور صليبي. اتسم يا حضرة الظلم من ساعتها يا قص. اسكت اسكت عندي يا حبيبي راحت. شيل راحت وجات كم مرة نادي التوتو عشان نعمر الطاسة الله يعمر بيتك. وطاسة اهلك ما تعمرش الا على حساب القص. حاجة ولا توتو. نعمل يا معلم قص. نعمل يا معلم. على حسابك برضو؟ على حسابك. امرنا لله. ادفع الفلوس وما تعملكش حكاية، فاهم؟ وانت اخويا بتقرا ايه انت كمان يا ابني؟ دي قهوة ولا عاوز تورينا انك فهامة يعني؟ حاسب حاسب يا معلم قص. غور انت في داهية. هحاسب. انا قصدي تحاسب عليا. الله انا فاهم قصده كويس. انا مش عبيط. خد يا ستاوتو. تلعب بحق عرقان الخشب ده؟ انت شحيتهم وقال لي هجري سريلك بيهم عرقين. هجيب لك عرقين خشب غيرهم. هتشحت تاني وترجع تقعد على القهوه ولا اقعد هنا على الرصيف؟ ليميها في ليلتك اللي ملهاش ملامح. خلي ليلتك تعدي على خير. مش حلايمها يا قص. يا راجل اختشي ده، انا لو مش مراتك برضه هتخاف عليا. طب خاف انت عليا بدل ما ارتكب جريمه وروح في حد تأبيده. لا مش هخاف عليك ومن هنا ورايح يا قص مش هخاف عليك ما دام انت ما بتخافش عليا. ايوه ايوه ايوه. طيب حاضر. شوفي مين يا تأبيده. ايوه ما انا هشوفه اهو. طيب العوافس ست ام محمود. الله يعافيك يا اختي. عايزه حضره الصول. عايزاه في حاجه؟ ايوه اصل حصل. في ايه يا بيس؟ بلاغ. عايز اكتب بلاغ يا حضره الصول. بلاغ ده ايه؟ محضر. هو هنا اسم؟ هنا قطع حظبط النباتشي؟ هنا بيت والناس مريحه، يبقى الهبد والرزع الباب لزومه ايه؟ لا مؤاخذه يا حضره الصول، ما خدتش بالي، انا غلطانه. عاوزه تكتبي بلاغ في مين؟ في القص. جوزك اللي سند عرقين الخشب اللي شايلين سقف العشه وسابنا ننام في الشارع تحت الطل. طب تعالي اقعدي اقعدي يا بيسه. اقعدي يا اختي اقعدي اقعدي. واستهدي بالله كده. استحملت كتير يا ست ام محمود، العمر كله مستحملاه. معلش يا اختي، العيشه كلها كده والناس لازم تستحمل الحلوه والمره. مفيش غير المره مع القص. يسلت عرقين الخشب ويروح يلعب بيهم دومن على القهوه، نجيب غيرهم بطلوع الروح جمعه والتانيه يسلتهم. بس بس يا بيسه بس، عاوزه تكتبي كده في المحضر؟ ايوه وودي النيابه. النيابه؟ لا دي تبقى عاوزه ضابط هو اللي يكتب ويحاول. تروح الاسم؟ اروح. تعالى يا بيسه اقعدي. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مأمور اس. هو البلاغ هيروح لحضرة المأمور لحضرة الصور؟ انت مش عاوزة تعملي بلاغ في جوزك؟ ايوه. خلاص سيبيني انا اتصرف، ده شغلي. المهم انت تقولي عاوزة تتهميه بايه. اسمك ايه بالكامل؟ بسيمة علي عمر. عمر الشهيرة ببيسة. قولي بقى. أقول إيه؟
نعم يا اختي. هو البلاغ هيروح لحضرة المأمور، طب وبعدين؟ هنقبض عليه فورا، اطمني. اطمن. وبعدين يا حضرة الصور؟ انا اللي بعدين. القص جوزك دلوقتي عمل ايه؟ ما عملش حاجة. ما عملش ايه؟ لهو انت هنا بقى واقف يسبلك من ورايا وانا ولا هنا؟ خلاص ما حصلش حاجه يا حضره الصول. خلصت روحك منك له ولا تحتيلك يا بنت؟ غلبان غلبان ولسه ما عملتلوش حاجه يفطر بيها. بدل ما اعمل له فطار اعمل فيه العامله السودا واجيبه هنا مع دول؟ لا. طب يا اختي خد ابو زيد الهلالي بتاعك وروحي. ربنا يسترك يا حضره الصول. خمسة بربطة البنك يا عارف الفلوس دي لمين يا فهمي؟ وانا من امتى لا مؤاخذة بسألك يا حاج؟ انا بقى المرة دي هقول لك يا ابني. دول شبكة اختك فريال. دول شبكة فريال؟ ومهراها كمان. إذا احتاجت نزودهم. مش فاهم يا حاج. يا ابني عمك عباس راجل على قد حاله. وحظه مش قد كده. ابنه خاطب اختك من مده. انا الاوان بقى ما دام هيتخرجوا. يعني انت هتديهم لعم عباس وهو يدفعهم لك كده وكده يعني مهر وشبكه فريال. عبيط يا واد. مش كده يا ابو سلامه. طب ازاي سكيتي كتامي كده يا سي فهمي؟ اشرب القهوه ولو انه وشها فر مني. طب بس اهدي يا فوزيه وعودي ووطي صوتك لحسن لو حد سمعك هتبقى مشكله. اهدي بقى امال وعودي. بتقول اهدى؟ طب اهدى ازاي؟ بصراحه حكايه حقنا وحقهم دول ما خدتش بالي منها غير لما انت فهمتيني. طب يا اخويا بدل فهمت الله يرضى عليك قول لي نعمل ايه. بصراحه بقى فوزيه انا مش حاسس ان ابوكي حرمنا من اي حاجه. الزمن حرمنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبادة. مش وشي نعمة. جميل. يبقى أبوكي ذنبه إيه؟ يمد إيده يعوضنا عن اللي فات. ما اداها يا فوزية يا حبيبتي وطالت أكتر من اللازم. أنتوا اللي مش عاوزين. يا فهمي يا أخويا أخوك وأختك هياخدوا شهادات كبيرة قوي هتعوضهم العمر كله. ويا حبيبي يوم ما هنيجي نتقاسم هيقاسمونا زينا زيهم. مش كده؟ كده. خلاص اللي نقدر عليه ناخده في حياة أبوك. يا لهوي يا ولاد البيت أبوها هيجهزها من الإبرة للصاروخ. أيوة فوزية بس دي برضو أختنا. ما عطلكش يا حبيبي. لا إذا كنت أخوات اتحاسبوا. طب والله أنت أمرك غريبة فوزية. مش أنت أنا لسه قايلة من كام يوم لفريال بعطمة لسانك دي أنت ويوسف لازم أبوك يسكنكم في قصر ونعمل لكم فرح سبع ليالي. وأنا عندي قولي بس كله بحسابه. طب نحسبها إزاي؟ يتقيد وانت اللي تقيده يا فهمي عشان ساعة الحساب محدش يزعل. بس مش هنسيب حاجة. نكتب مصاريف الكلية والكتبات وكله. جرى ايه يا فهمي؟ انت مش جايلك عيل. ابنك بقى اولى ولا ابن يوسف ابن عباس؟ مش كده يا اخويا فريد؟ يا بابا. انت بتذاكر يا ابني؟ بقى الامتحانات على الابواب خلاص. وعارف تذاكر من غير صاحبك حبيبك؟ والله بابا انا مش قادر افهم اي حاجه ويوسف بعيد عني. عندك حق يا ابني. انا كمان لو عمك عباس بعد عني يوم واحد اتلخبط. تالي ما ببقاش عارف الدايب من نحاس. عموما انا جاي لك علشان لا تتلخبط ولا تتحرموا من بعض انت وصاحبك. امسك. ايه ده بابا؟ دول 5000 جنيه بالتمام والكمال. معقول؟ معقول يا احسن اب واعظم راجل في التاريخ؟ الله انت لسه عرفت اقول لك ايه ولا فهمت ايه الحكايه؟ عيب. ده انا ابن سلامه فراويله. دول عشان يوسف صح؟ صح. بس دول بقى مش مني. منك انت وسلف كمان. مني وسلف؟ ايوه يا ابني. هو لازم يفهم كده لحسن لو فهم انهم مني مش هيرضى. هيفتكر ان احنا بنشحته
ويقول علينا بنشتريه بفلوسنا عشان يتجوز اختك. نمسك يا ابني. الفلوس دي كلها يا فريد. فلوسي. كل دي فلوسك؟ منين؟ جرايه وريس، مستكتر عليا 5000 جنيه. وانا فريد؟ انت الفلوس دي جبتها منين؟ يا ابني، كان عندي شويه في البنك، استلفت قرشين من امي على قرشين من فريال. بس دي مش قروش دي. دي ألوفات. ما انت كمان مش هتتجوز بقروش؟ لا يا حبيبي. انا هتجوز بقروش. هتجوز بملاليم كمان. طب ايه رايك ان هتجوز من غير فلوس خالص؟ عارف ليه؟ طبعا عشان بتعاندني. لا يا فريد، علشان ما معيش. طب ما انا بسلفك اهو. ايه عايزنا اتجوز سحت؟ سحت ايه يا ابني؟ دول قرشين سلف، واول ما يجيلك فلوس ابقى راجعهم. لا سي فريد، اولا دي مش فلوسك عشان استلفها، ثانيا انا عمري ما هيجيني مبلغ كبير زي كده عشان اردهولك. ليه بقى ان شاء الله؟ وانت هتفضل طول عمرك مصر على الفقر اللي انت فيه ده ولا ايه؟ بعدين بكره تتعدي. مش معقوله تبقى صاحبي وما تتعديش. بقى يعني هي هتتعدي لمجرد ان انا صاحبك؟ طب ما انا ابويا وابوك طول عمرهم اصحاب اكتر من الاخوات كمان، ومع ذلك ابوك اغتنى قوي وابويا فضل فقير زي ما هو. اسمع فريد، انا كمان ما اقبلش ان انتوا تعملوا لي جمعيه علشان اتجوز اختك. والله نعمل لك جمعيه بقى ما نعمل لكش جمعيه، احنا نفسنا تتجوز اختي. بنخطبك يا اخي، بنحبك يا جو. بعدين يا يوسف، انت ليه مش مقدر ان انا بنحبك وان انا اخوك؟ طب ده انا اللي هروح اخطب لك في ريال من الحاجه سلامه فراويل. اسمع بقى يا يوسف، انت لو رفضت مش هبقى عندي غير تفسير واحد، انك ما بتحبش في ريال. لا يا جدع، انت بتقول ايه؟ امال ايه بقى؟ يلا خد الفلوس خليك حلو. ها هقول انك بتحب سوريا تاني يا فريد. طب ما تتنيل بقى، خد الفلوس بقى، خلينا نتجوز انا وانت في ليله واحده. ايه ده؟ هو انت نويت خلاص تتجوز البيت سوريا؟ سيب اللي في ايدك وقوم معايا يا عباس. على فين يا حاج؟ نوصل لغايه ام رؤيه عشان تخطبها لي. الله، لو انت بتكبر وعقلك بيصغر ولا ايه؟ يا سلامه يا فراويله. لا يا سيدي، عقلي ما بيصغرش ولا حاجه. الله يا عم، انا جاي اقول لك اهو، تعالى امشي دي في سكه الحلال. بلاش يا سلامه. بلاش ليه بس؟ راجل مقتدر والحمد لله وبصحتي، عيب ولا حرام؟ ما قلناش حاجه، مش حرام. طب مش عايز تيجي معايا ليه بقى؟ حاضر، هاجي معاك دلوقتي. ماشي، بس ورايا مشوار صغير كده اروحه وبعدين باجي معاك. لحد فين يعني؟ لحد بيتك هناك في الزمالك. ها؟ ليه؟ اقول لام فهمي والعيال اروح اخطب لابوك ولا لا؟ الله 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 الله، انت جرالك حاجه عباس ولا ايه؟ الله، هو انت عاوز تروح تتجوز من وراهم ولا ايه يا سلامه؟ لا بقول يعني بعدين هم يبقوا يعرفوا. يعرفوا ان انا رحت جوزت ابوهم من وراهم. لا انت مالك يا اخي؟ لا لا لا، مش كده يا سلام، عيب عيب قوي. احنا كبرنا على الكلام ده بقى عايزنا على اخر الزمن يا راجل. اخون مراتك اللي طول عمرها اختي وام لعيالي، اخون مراتك ولا عيالك اللي انا مربيهم في حجري واحد ورا واحد؟ بقول لك يا سلامه، بيت ام رؤيه عندك هناك اهو، وانت عارف، روح لها بنفسك وليك عليا يا عم. اعمل نفسي مانيش عارف. ماشي ماشي يا عباس، اروح واتجوزها بالحلال. ايه بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، انا كنت بقول الدهب بيعمل عين بس، التاريخ بيعمل عين والقلب. يا سلامة فراويلة. خير يا حاج؟ الله، طب قولي اتفضل. مش بيت محمد الملك اللي تدخله تدهس فيه؟
انا جايلك من الباب وعايزك تسمعيني. عيب كده لما تسيبيني واقف على البسطه، ده انا جاي في خير. الله، هتعملي ايه؟ هندهلك جوز بنتي راجل يقعد معاك. طب ما انتي بستين راجل. يبقى 61. ايوه. اهلا وسهلا يا حماتي. اهلا يا حاج سلامه. تعالى شويه يا استاذ علي. على فين يا حماتي؟ الحاج عايز يتكلم معاك شويه. يا سلام، قوي 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 قوي. اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا استاذ علي، شرفتنا. ده احنا اللي تشرفنا. اتفضل اتفضل. شكرا. اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. اهلا اهلا اهلا، شرفتنا يا حاج سلامه. اهلا بيك. بقى يا سيدي، انا طالب القرب منك. مني؟ في مين ان شاء الله؟ سوريا لابنك الاستاذ فريد؟ ده احنا كده نكسب قوي. طول بالك واسمع الكلام للاخر يا علي فندي. ماشي حماتي، امال في مين يعني؟ لا انا مش طالب القرب في سوريا. امال اوعى يكون رؤيه. لا لا، دي رؤيه على زميتي ومراتي، ده شويه خلافات عائليه كده وهتخلص ان شاء الله. لا ما تخافش ولا رؤيه، ده انا يوم المنى يا سيدي يوم ما تصطلحوا، ده انا ياما اتحايلت عليها كتير. الله، امال طالب القرب في مين ان شاء الله؟ فيا يا علي افندي. في حماتي؟ ايوه. لمين يعني؟ ليه؟ للحاج سلام. الله، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ما شاء الله، ده يوم السعد. يلا اتكل على الله وخلصي، ده انا بنفسي اوصلها. علي يا لوز. ايوه حماتي، شغل الطبالين ده بلاش منه. لا 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 لا. الطبالين يا حماتي؟ الله، انا غلطت في حاجه؟ لا انا اللي غلطت، اللي جبتك تقعد مع الحاج. طب اخلع انا بقى. اقعد اما تسمع. اسمع يا حاج، انا كان على عيني اقضي لك طلبك، بس يا خساره ما عندناش حد للجواز. ما تفكري يا مرايا، انا كبرت على الحاجات دي يا حاج، كلها كم شهر وهبقى جده. ده انا هنقلك الزمالك. محمد الملكي ما اختارش غير هنا. محمد الملكي الله يرحمه بقى راح لحاله. بتنبش قبره ليه؟ عايز تكشف ستره وتنهش عرضه ليه؟ اسمع يا حاج، مش عشان فلوسك كترت وبقيت صاحب ملك هتكسر رقبتي. كتر الفلوس لا يوطي رقبه ولا يعلي مقام. الله 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 الله، يا حماتي يا نهار اسود، ايه اللي بتقوليه ده؟ اخرس يا علي، هروح اعمل لك قهوه يا حاج. لا قهوه ايه بقى؟ خلاص ابقى اشربها يوم ما تعزله من هنا. نعزل فيه؟ تشوفي لك حته تانيه غير ملك؟ ايه لا بيوطي رقبه ولا بيعلي مقام. من بكره تعزلي. مبسوطه؟ انت كمان تعزل ملك انا ولا بيه. الله الله الله، خبر ايه يا حاج؟ ده انا معاك. مبسوطه؟ اخرس. اسمع يا سلامه يا فراويله، عايز اقول لك كلمتين قبل ما تمشي. خلاص بقى يا مرايه، وعاد فيها كلام بعد اللي قلتيه؟ لا لسه في كلمتين لازم تسمعهم. الراجل اللي غاوي الست وعينه منها وبيقول روحه فيها ما يرمهاش في الشارع حتى لو قالت له لا يا سلامة يا فراويلة. ما انت اللي اخترت يا اختي، انا كنت عايز الحلال. لا عمرك ما كنت عايز الحلال، وانت فاكر وعارف، انت جاي دلوقتي بس عشان تكسر رقبتي وتجيب مناخير الارض زي ما جبت مناخيرك الارض طول عمرك، مش كده؟ لو على الجواز الدنيا مليانة بنات بدل الواحدة ألف تقدر تشتريهم بفلوسك، لكن انت في دماغك ام رقيه وبس عشان تجيب راس الارض. لكن انا عمري ما حوطي راس الارض حتى لو معاك مال الدنيا يا سلامه يا فراويله. مع السلامه يا سلامه.
البنات اللي عملتيه ده. والله لو خالتي مش في كندا ومهاجرة انا كنت جوزتها له. انا ده هبره اخبريه النعمة توصل لغاية عندك وتبصيها. يعني ما سمعتش علي يا لوز؟ والله انا كل الكلام اللي سمعته مش مكيف دماغي. امال يكيفك ايه؟ ابيع نفسي زي الجواري الراجل زي ده بعد العمر ده كله يا طبال؟ طبال عايز تعمل لي فرح وتلم نقطه وتقول شوبش؟ لا 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 انسى بالفضايح ده. ايه خايف من الفضايح؟ الله هي قالت لك؟ اسمع لو جبت سيره ان الحاج كان هنا وقال اللي قاله هفضع. لا 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 ايه التهديد ده يا حمادي؟ انا ما احبش بناتي يعرفوا ان امهم جالة عريس، فاهم؟ فاهم يا حمادي، بس اللي انا مش فاهمه بقى وعاوز افهمه، لو عزلنا هنعزل فين؟ مش هنعزل، واعلى ما فخله يركبه. ولا زعلي نفسك يا ست ام رؤيه. انا اللي مقصر فيا انه بدون خشه يجي يكلمني وهو عارف اني ست قافله بابي على نفسي وعلى البنتين. كلنا عارفين، ولو حاول تاني يتعرض لك او يطلع لك انا هقفله بنفسي. ربنا يخليك لينا يا دكتور. صدق اللي قال اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه. ده مثلا مش صح يا ست ام رؤيه. الناس كلها ربنا خلق لها ظهر مش عشان تنضرب عليه. مش لازم الناس تنضرب خالص، لا على ظهرها ولا على بطنها. ولعلم حضرتك طول ما انت بتدفع الأجرة مفيش قانون ابدا يقدر يطلعك. انا القانون يا استاذ، ما تبصليش كده. ما دام الملك ملكي انا حر اطلع اللي طلعه. يا حاج سلامه انا جاي اقول لك كلمه واحده. عيب 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 ان اتجوزها يا دكتور. عيب لما تتجوزها غصب عنها، عيب لما تستغل ضعفها وترغمها. انت ما اشتريتش البيت بسكانه؟ امال اشتريته فاضي. ما تجادلتنيش يا سلامه وتسمع الكلام لسبب واحد. ايه هو بقى السبب الواحد ده يا دكتور؟ انك مش فاهم كده. طب انا حر بقى ولازم هتعزل. انا مش هسمح لك تهين اي حد وبالتحديد الست ام رؤيه. الله لازم مسألة بقى فيها هنا يا دكتور. عيب برضو. لا وانا عايز اعرف ولازم اعرف. لازم تعرف حاجة واحدة بس، الراجل اللي يبص يلاقي نفسه من ساكن فوق السطوح لصاحب بيت لازم يبقى زيك كده كلف. بشكل ده محدش ممكن يحرجنا ولا حد يقول لنا اي كلمه. فلوس دي من ايه؟ تعالى قدامي. بقول لك الفلوس دي منين؟ هتكون منين يعني؟ استلفتها من مين ولحد امتى؟ استلفتها من فريد لحد ما ربنا ما يفرجها. انا ببعدهم عني على اخر جهدي، تيجي انت تجيبهم لحد عندي؟ لا يا ابني الجوازه دي بحالها ما تلزمناش. ليه بس يا بابا؟ ارجوك بقى فهمني. بص لاخوك اللي لسه عاوز يتربى يا يوسف، وبص لي انا كبرت يا ابني وعاوز ارتاح وعاوز اللي يخدمني. بنت سلامه هترضى تيجي تعيش معانا هنا على السطوح وتخدمنا انا واخوك؟ وما ترضاش ليه بس يا بابا؟ ما هي راضية وطول عمرها عايشة معانا هنا على السطوح. لا الكلام ده كان زمان، دلوقتي لا. ما هو لو موافقين بنتهم تيجي تعيش هنا ما كانوش يديكوا الفلوس دي كلها 5000 جنيه علشان تقدم لها مهر وشابكة. كانوا قالوا لك خدها ان شاء الله على حصيرة.
يا ابني بنت مرقيه على قدنا وهتخدمنا، مش هي بس ده، هي وامها واختها كمان. يوسف روح رجع الفلوس دي لاصحابها وقول لفريد ابويا ما عجبوش التمن، ما رضيش يوافق على البيعه وقال يفتح الله. تبقى الحكايه مش حكايه فلوس بقى يا عم عباس. امال حكايه ايه يا رب؟ ما اعرفش وعايز اعرف، عايز افهم بقى. قلت لي ما معناش، رحت استلفت الفلوس وقلت هسددهم من شغل ان شاء الله. قلت لي هم اغنياء واحنا فقراء، رحت قلت الكلام ده للحاج سلامه، قال انا مستعد اشارك ابوك في كل املاكي. انت رحت له؟ مين اللي قالك تروح له؟ اعمل ايه بس يا بابا، ما انا محتاج حد يفهمني كده بقى. يا اما حضرتك في حاجه مخبيها ومش عايز تقولها لي، يا اما بقى مصر تعيشنا في الفقر على السطوح علشان نخش الجنه. يوسف ما هو كمان ربنا ما قالش المسلمين يفضلوا فقراء، ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفين هو المنكر بس؟ بابا ارجوك يا بابا ترسيني بقى وتفهمني، حضرتك ليه مصر تبعدني عن فريال؟ فريال بنت مش كويسه. اسكت. حضرتك تعرف ان فريال بنت مش كويسه؟ قلت لك اسكت حرام. ده انا اللي مربيها، تبقى مش كويسه ازاي؟ ده انا مربيها زي بنتي تمام، مربيك انت وهي في حجري كل واحد في نين عين. امال ليه بس عايز تحرمنا من بعض يا عم عباس؟ لما انت مربينا في حجرك وفي نين عينيك الاتنين، عايز تحرمنا ليه من بعض؟ قول لي يا بابا. ادي يا ستي الحاجه. لسه باقي حاجه تانية يا سحت؟ فاضل شويه نقل ولفتين ثلاثه امر الدين. هنا بقى في العرقسوس بتاع الحاج محاسن. ايوه روحي مع سحت هاتي بقيه الحاج. حاضر. يا سحت. نعم. ايه يا ست فريال؟ تعالى ما اقول لك حاجه. عمين الأستاذ يوسف ماله يا سحت؟ ماله يا ست فريال؟ انت اللي عارف مالي وما تتلائمش عليا انت على طول. انا لائم برضه يا ست فريال. طب ده انا غلبان حد؟ شغل ودانك كويس وقول لي بالظبط الأستاذ يوسف ما بيجيش ليه؟ ايه اللي حصل؟ تعبان شوية. تعبان؟ هو مش تعبان تعبان يعني. امال ايه؟ هو مزنوق. عمك الحاج عباس زنقه في. مزنوق في ايه؟ بتتكلم يا سحت؟ في الجوازه. عمك عباس عايز يجوزه. لمين؟ بلاش نقول الاسم بقى، لا تطرديها من البيت الكبير ولا من خان يوسف كله. بقول لك ايه؟ تحجنني؟ ما تنطق تقول مين؟ يعني هي بنت غلبانه الشهاده لله يعني. مين يا سحت؟ سرية. سرية مين؟ بنت ام رقية. فريال؟ اهلا يا فريال، اتفضل. انت سرية؟ ايوه. نسيتيني؟ توتي عني؟ لا ما نسيتكيش، فاكراك كويس قوي لما كنا صغيرين وكنت بتحبي تلعبي في التراب قدام البيت الكبير. ما انا كبرت بقى. ما كبرتيش قوي، مش لدرجه انك تقولي لي يا فريال. ها متهيالي ما بتقوليش للاستاذ يوسف يا يوسف كده حاف. اتفضلي اتفضلي يا استاذه فريال. مين يا سراي؟ اهلا اهلا. خطوة عزيزة. أهلا. إزيك يا ست مرايا؟ نحمده يا بنتي. الله، واقفة كده ليه؟ مش تقولي لها تتفضل يا سرايا؟ قلت كتير قوي يا ماما الحقيقة. هي قالت فعلا. طب ما دخلتيش ليه؟ معلش أصلي طالعة العم عباس ونازلة على طول. خلاص وانتي نازلة عادي اقعدي معايا شوية. حاضر. عن إذنك. اتفضلي يا حبيبتي. بقول إيه يا سرايا؟ نعم. أنا
عرفت انك بتطلعي للاستاذ يوسف علشان يساعدك في دروسك مش كده؟ صحيح يا سوريا، انت محتاجه مساعده؟ لو محتاجه يا سوريا قوليلي، انا مستعده ابعت لك مدرس على حسابي، اصل انت عارفه الاستاذ يوسف في ليسانس يعني اخر سنه وهو مش فاضي للدروس اللي فوق السطح دي.